مساء الفل عليكم جميعا. في الستات ما بيعرفوش يكذبوا، احب ارحب بيكم وبينا في الاستوديو الجميل والديكور الجميل الجديد ده، تسلم ايدين العاملين عليه، ويعني انا متشرفة شرف عظيم جدا بوجودي في هذا البرنامج الجميل مع الأستاذة أميرة والدكتورة منى الجميلة، وأتمنى أكون ضيف خفيف عليكم النهاردة، ويا رب يبقى وش الاستوديو الجديد جميل علينا كلنا. وشك انت جميل علينا. بنفتقد الأستاذة مفيدة جدا طبعا. بس إن شاء الله بكرة هي هتبقى معانا، هتكون معانا إن شاء الله. مساء الخير يا أميرة. ازيك يا منمن. وبنرحب الدكتورة نسمة يوسف إدريس، طبعا هي دكتورة في الأدب وليها مسرحيات كثيرة، مهتمة بشؤون النساء وليها قصص قصيرة. بس بعد ترحيب دكتورة نسمة أحب أقول إن إحنا سعداء جدا إحنا مع حضراتكم بعد طول انتظار في الاستوديو الجديد بالديكور الجديد المتميز، فعلا يستاهل كان يقعد شهور طويله يا اميره عشان نرجع لجمهورنا تاني. احنا نقدر نقول النهارده ان احنا بدانا الجمهوريه الثانيه في برنامج الستات ما بيعرفوش يكذبوا، وغيرنا التتر وغيرنا الديكور، وان شاء الله تبقى عتبه خضراء زي ما كنا بنتكلم امبارح، تبقى عتبه خضراء علينا وعلى البرنامج. وطبعا مفتقدين مفيده ومرحبين بنسمه يوسف ادريس بنت الكاتب العظيم المصري الاستاذ يوسف ادريس. حضرتك بتشتغلي ايه يا دكتوره؟ والله الشغلانه الرئيسيه ولا الفرعيه؟ الشغلانه الرئيسيه ست بيت. ده حلو مصرية. حلو قوي. معايا ثلاث عيال وزوج. جدا معاكي بنات؟ معايا بنتين توأم، كان عيد ميلادهم امبارح، تم 10 سنه وهم طيبين. طيبين. ومعايا ولد عنده 14 سنه. ده راجل بقى تعبني شويه. دي الشغلانه الرئيسيه. الشغلانه الفرعيه هي اهتمامي الشديد بادب المراه، فانا متخصصه في المسرح النسائي. جميل. بس شايفين الاولويات، يعني اولا ست بيت وام وزوجه، يعني اولوياتها نمبر 1 والشغل نمبر 2. يا عيني ليه الكلام ده؟ مش عايزه الاولويات، ما تتكلمش الكلام ده، مش عاجبني انا والله. مش ولا ده للجمهور بس في البيت؟ لا والله. انت بتشتغلي نص وقت ولا وقت كامل؟ لا نص وقت. بتشتغلي نص وقت؟ صعب اشتغل وقت كامل مع المسؤوليات. طيب. يعني ما بجزقش. بتكتبي قصه قصيره؟ اه. انا اعيش في جلباب ابي ولا لن اعيش في جلباب ابي؟ يعني انت بتكتبي زي يوسف ادريس متاثره بان انت بنت يوسف ادريس القصاص المصري الجميل فطلعتي تكتبي زيه، ولا متمرده عليه وبتكتبي حاجه تخص نسمه بقى؟ لا، هو انا اعتقد ان لو حد بيكتب او بيبدع يبقى ملهاش حل غير انه يتمرد، فانا لن اعيش في جلباب احد، مش بس ابي. مش بس ابي. انا بكتب زي نفسي. طيب ما بتحسيش انه يعني مثلا احنا كلنا واحنا بنكتب، كل الستات اللي بتكتب، كل الكتاب مصر اساسا بالنسبه لهم يوسف ادريس ده علامه كبيره جدا، انت كنت طبعا عايشه معاه في البيت وهو بيكتب طبعا. ما بيجي له افكاره اما ما تاثرتيش بده طقوسه في الكتابه؟ طب بيعمل ايه؟ لا ده ليه مليون الف طقس، بس هو يعني الطقوس عنده بتختلف على حسب الشيء اللي بيكتبه، يعني طقوس المسرح غير طقوس القصه القصيره غير طقوس الروايه. لكن انت شايفه المراه في عيون يوسف من إدريس اهم الطقوس. سوري يعني قبل ما اقطع حضرتك، بمناسبه المراه ان هو ما بيعرفش اصلا يبتدي يكتب الا ووالدتي قاعده قدامه. يا سلام على الجمال. يا سلام. اي شغل ماما قاعده قدامه لازم تبقى قاعده قدامه زي البيبي، ولو مشت بيبطل الكتاب. قول لنا بقى، هي في عيون يوسف ادريس المراه بيدافع عنها بشده ولا يعني انت كامراه بتدافعي اكتر؟ يعني كفايه الحرام. يعني الحرام كنت لسه هقول لك اكتر شغل اللي بتحبيه ايه؟ يعني في مثلا هو عمل اعمال نزلت في السينما، الحرام والنداهه طبعا. انت على ورق سلوفان. على ورق سلوفان. انت بتحبي له ايه من قصصه او من رواياته؟ او من المسرح مثلا. بما اني متحيزه للمسرح شويه فانا الفرافير بالنسبه لي ماستر بيس، يعني اعتقد ان هي حاجه عالميه. نشرتي كم مجموعه؟ نشرت مجموعة صغيرة في الأول وأنا عندي 18 سنة اسمها أبي، وبعد كده نشرت مجموعة اسمها ملك ولا كتابة، خدت عنها جائزة ساويرس، والمفروض إن أنا بنشر رواية حاليا بس أنا مسمياها غواية. غواية. دي قريبا يعني هتبقى قريبا قريبا ان شاء الله. يا غوايه بالغين بمعنى حد قال ده، يا غوايه بمعنى غوايه. لا بمعنى الست لما تيجي تكتب روايه تبقى غوايه ما تبقاش روايه. هنشوف الموضوع. اسمع يوسف ادريس اللي بتقدم معانا حلقتنا النهارده في الديكور الجديد، لازم نفكركم ان احنا قاعدين في ديكور جديد احسن حد ما ياخدش باله ولا حاجه.
تمام. عندنا ايه بقى النهارده؟ ذكرى وفاة الفنان الكبير الراحل العندليب عبد الحليم حافظ. فيعني كل الدنيا بتحتفل بوفاته، بنفتكر اغانيه الحلوه، رومانسيته. نسمة، انت حاسه ان احنا في رومانسيه في الزمن ده، ولا خلاص انتهت بعصر عبد الحليم حافظ والنجوم الكبار؟ لا، انا شخصيا يعني احتياجي للرومانسيه بحس انه شيء حيوي، فبأتمنى افكر ان الرومانسيه ملهاش زمن ولا عصر. بالعكس، كل ما العصر بيبقى اصعب كل ما احتياجنا ليها بيبقى اشد. عشان كده بنميل دايما دلوقتي للمسلسلات. عبد الحليم يعني اذاعه الاغاني بقى لها 3 ايام بتقول يا جماعه خدوا بالكم، يوم 30 مارس في احتفاليه بذكرى عبد الحليم، وعماله تجيب مقتطفات من اغانيه سواء الوطنيه او العاطفيه، لان عبد الحليم ما كانش بس ظاهره رومانسيه، كمان كان ظاهره وطنية خاصة جدا. لما كنت صغيرة وبتحلمي بفارس الأحلام يا دكتورة منى، أيوة، كنت تسمعي عبد الحليم وتسيحي وتنيحي كده أكيد طبعا اتربينا كلنا على الأغاني الحلوة. أنا أحب مثلا بلاش عتاب، الفيلم كله رائع، معبود الجماهير. معبود الجماهير فنانة جميلة، شادي ربنا يخليها لنا يا رب. يعني فيه ليا حاجات كده أحبها غير أعز الناس، بحب قوي أعز الناس طبعا. ده لما يعني كده في المشاعر العامة، لكن مثلا جبار والواحد وهو صغير لما حتى يشوف فيلم وواحد غدر بواحدة ولا واحدة غدرت بواحد تخنوه بقى، مدام جبار ويبقى تخنوه. وبعدين أما بقى في يوم في شهر في سنة، فده موضوع بقى اللي هو الحزن. حضرتك بتسمعي يا دكتورة عبد الحليم؟ والله انا ابتديت اسمعه مؤخرا. اتربيتي في لا يعني كنت وانا اصغر، يعني وانا صغيره للاسف كنت يعني المدارس الانترناشنال الخواجاتي دي يعني بتخلي الميل اكتر للاغاني الانجليزي والفرنساوي. تسمعي مين؟ ديمس روسوس بقى، خوليو جلاسيوس. بس يعني مش بس برضه يعني لا بس يوسف ادريس القصاص المصري اللي معجون بطين مصر. تسمعي ديمس روسوس؟ طب بابا كان بيسمع انا هقول لك على بس هو ديمس روسوس مصري برضه الاصل بالجلابيه مصر. بس يا جماعه بيغني بالخواجاتي، مفيش برضه السنس بتاعنا. في الاحساس، في الاحساس، ولا فار اواي بقى والحاجات في البرنامج. يعني بما ان الستات ما بيعرفوش يكذبوا، فانا هقول معلومه يعني ما فيش حد سمعها غيركم اول مره المره دي. لينا سبق يعني ان يوسف ادريس عمره يعني ما كانش بيحب قوي يسمع ام كلثوم، وبعد كده انا لما كبرت شويه وبقيت في الجامعه بقيت اتخانق معاه واقول له ازاي ما بتحبش اغاني ام كلثوم؟ طب كان منطقه ايه؟ يقول لي اصلها بتطول قوي، اصلها بتعيد وتزيد كتير. وانا خلقي ضيق. يوسف ادريس كان بيطلع قصه قصيره فيها كل حاجه، ما فيهاش الجو بتاع المد والاهات واللي رايح. طب كان بيسمع مين؟ عبد الوهاب. عبد الوهاب كان صديقه الصدوق، وعبد الحليم كان بيجي لنا البيت كتير. انا فاكره شخصيا انا فتحت له الباب وانا عندي مثلا 7 سنين. فتحت له الباب عمل ايه؟ انا جريت على جوه. جريت. كان معايا سعاد حسني، فطبعا معايا سعاد قمتين بقى، فانا حسيت ان انا بحلم ولا حاجه، فرحت فتحت لهم الباب وجري جوه. طيب كانت جميلة سعاد طبعا، قوي قوي يعني. قمر جميلة بروحها كمان. ما كنتيش بتسمعي إذاعة الأغاني وتذاكري عليها؟ ما كانش في اذاعه اغاني ايامي يا ست، الله يخليك. طبعا انت ما انت جيل تاني ما كانش لسه دي لسه صغيره كده. كنت بتسمعي اذاعه الاغاني؟ بسمع طبعا ام كلثوم في الخميس الاول من كل شهر، مش كده؟ والحفله. تفتكري ممكن يا منى، بما انك بقى استاذه ودكتوره في الموسيقى، تفتكري ممكن حد يبقى معاه دكتوراه في الموسيقى العربيه بشكل او باخر وما يبقاش سمع واتاثر بأم كلثوم وعبد الوهاب وكارم محمود وعبد الغني السيد وعبد الحليم بالذات اللي درس احنا بنربيهم على السمع وعلى في مكتبه استماع، بيسمعوا بيؤدوا القصائد، بيؤدوا الاغاني الصعبه، الادوار اغاني عبد الوهاب الصعبه بيتدربوا عليها. فبس مش شرط ان يكون الخارج من اكاديميه يكون موهوب، في حد موهوب وما درسش خالص وبيبقى رائع يعني. النهارده وبكره حضرتك زوري من غير قطع كلام، لا ولا يهمك، زكريا احمد. دور ضيعت ايه؟ ضيعت حبي في هواك، ولا ضيعت السنين في هواك، ولا حاجه كده. دي من اجمل الاغاني الرومانسيه بمناسبه بقى بتقولي قديم يعني بقى. زكريا احمد ده مش كولا لا. افتكرت دور ضيعت مستقبل حياتي. ضيعت مستقبل حياتي بمناسبه ذكرى عبد الحليم حافظ والرومانسيه. الستات ما بيعرفوش يكذبوا، النهارده وبكره عاملين حلقات خاصه عن عبد الحليم وعن الرومانسيه والهفهفه، وهل زمن الهفهفه خلص ولا لسه موجود؟ الاغاني بتاعت النهارده ماشيه على نفس نغمه الهفهفه ولا خلص الكلام ده ودخلنا في ايه؟
هضربك بالمطوه والجو ده. طب بس احنا في اخبار النهارده قريتوها لطيفه، اخبار الناس اللي بتعمل رجيم والحاجات دي. يعني في ناس في دراسات بتقول ان الناس اللي بتاخد حاجات دايت كتير ومشروبات الدايت وكده بتبقى عرضه لجلطات الدماغ والازمات القلبيه والدوره الدمويه، بتبقى في ارتفاع في ضغط الدم وعرضه اكتر. يعني عمري ما حبيت الدايت ده. يعني انا يشرب مشروبات بجد يا ما اشربش، يشرب ميه وسكر يشرب ميه، انما فكره المشروبات اللي حاطين فيها سكر مش سكر، مش ها سكر، سكر مش سكر، سكر احلى من السكر مفيش. والله حاطين فيها سكر صناعي ومعتبرين انهم عادي، دي بالنسبه لي انت كده فيا عامله رجيم. بس انا بالنسبه لي ده خبر كارثي لان انا مدمنه مشروبات. طب خلي بالك فانا هبطل بقى. انا ما بحبهاش. البرتقال الفريش والمشروبات الفريش مفيش احسن منها بتاعت والدوم. الدوم هي طبعا غير السكر والفواكه الطبيعيه، لو عايزه تاخدي سكر تاخدي الفواكه الطبيعيه، لكن طبعا انك تبقي عرضه لازمات دماغيه. وفي شباب صغيرين يعني بتشار على اي حد 20 سنه، انا بشوف اطفال بيشربوا دايت جيله سكته دماغيه، يعني ابعدوا عن كل الحاجات دي ارجوكم. طيب ايه تاني قريته؟ عندنا الخبر بتاع اللي هو انا بسميه الواحد يصدق قلبه، بيتكلموا عن الكذب. في باحثين امريكيين بيقولوا انه غريزه البشر، الغريزه اكتر حاجه تكشف الكذب. انا شخصيا كده مع قلبي مع احساسي، لما ابص في وش حد وهو بيتكلم، لما ابتدي اسمع صوته حاجه من اتنين، يا اطمن له واصدقه يا ما اطمنلوش واعتبره كذاب. واوعى حد يقول لي ليه، هو احساسي الداخلي بيقول كده ان المواطن او المواطنه دي كذابين. واضح انه قلبي واحساسي ماشيين مع الدراسات، مش كده؟ عندكم خبر الدراسات لان بتقول يعني دي حاجه بتبقى شعور في اللاوعي، احنا ما بنفكرش احنا هنصدق اللي قدامنا، هو شعور في اللاوعي. فالست بيبقى عندها حاسه سادسه. ايه رايك في الحاسه السادسه عند الست؟ يعني فعلا قويه فعلا ودايما تبقى هي اقوى حاجه بس هي تماما. يعني المشكله ان الحدث ده او الحاسه السادسه دي او الحاجه الحلوه فيها انها يعني شويه سبكونشس او في يعني بتبقى قبل ما الواحد يبتدي يحلل ويفكر، هي بتبقى مش حاجه مش عارفة بداية. كويس بالعكس، ده لما الواحد اول ما بيبقاش عارف حد، اول ما بيشوفه زي ما استاذه اميره قالت بالظبط، يا بيرتاح له يا ما بيرتاح له. كان في اعلان زمان بيجي في التلفزيونات اسمه الانطباعات الاولى تدوم. انا بصدق قوي في الانطباعات الاولى. أنا يعني بس مفيش ناس قابلتيهم في حياتك تقول يعني انا كنت مستثقله دمهم قوي، لا لا. ولما عشرتهم لقيتهم لا ابو دم تقيل، لقيتهم دم قتل ممكن يبقى طيب بس دم تقيل. يعني مش عارفه اللي هو يقول ماليش فيها ماليش فيها. يعني ما ينفعش. الانطباع الاول بتاعي حاجه من اتنين، يا اما اطمئن واصدق للناس يا اما ما اطمن لهمش. عمري ما حد كده يحصل تنافر كده كيميائي بيني وبينه وابقى حاسه انه كذاب وبعدين، او مزيف بلاش كذاب، مزيف او صناعي وبعدين الايام تثبت عكس احساسي، لا هو كذاب ومزيف اتعامل معاه وكل حاجه مفيش مشاكل. لا بس علينا بحسن الظن الاول يعني. يا منى ونعم الله يخليك. انا برضه ده احساس عاملي في قلبي بس ده خطر، لان استفتي قلبك. لا ما يمكن واحد ممكن خطر برضه، لان في ناس حرام طبيعتها كده ازاي بس. لا لا ما بيعرفوش، مش شاطرين قوي في انهم يتواصلوا مع الاخرين على فكره، فده بيبقى فيه ظلم. على فكره مش معنى ان انت بتقولي ده كذاب او او صادق او مزيف او لا، انه عارف ساعات الناس تبقى ساكته بس انت قادره تحسي بيهم، حتى تحسي بارتباكهم، تحسي انهم صادقين. بينما في حد بيبيع نفسه، بياع بيحط روحه في سلوفان كده ويقدم لك روحه باعتباره يا حرام طيب، يا اما جدع يا اما بيبان صاحبه قوي، ستات او رجاله تحس انه يا كدابين. وادي هي الدراسه، وانا مالي يا دراستي، انا جايبان بنت ماما الدراسه هي بس. ندي فرصه للخجولين برضو، في ناس خجوله شويه بالظبط، يدخل ما يتكلمش يقول لك ده دمه تقيل قوي، بس يكون هو ما بيعرفش، مش اجتماعي ما بيعرفش. على فكره اللي ما بيتكلمش دمه تقيل قوي بس بناخده على علته، المهم طيب ولا ما طيبش. ما اعرفش ليه النهارده دوري على الترابيزه في الديكور الجديد ده ان انا ابقى شريره. لا شفتي بقى الكيو كارد الجديده بتاعتنا كمان، والله الفوشيا دي حاجه مدلعه جدا جدا، مش لايقه مع البلوزه بتاعت مدام، حلوه قوي قوي. تحطها كده. ممكن احطها كده زي كده والزق بيها الميكروفون مع الحلقه تبقى لطيفه، عامله شغل جامد.
ممكن اه والله لطيف جدا. على فكره احنا عايزين المجات القديمه سوفينير، يعني لازم تدونا المج القديم والمج الجديد. بس ما فيش شنطه والكارت. لا شنطه ايه واحنا مش جايه تاني. احنا ايه، احنا طنبله ولا متفقين على لو جاوبتي على سؤالين صح هنديكي مجين وشنطه. انا مجاوبه على سته لحد دلوقتي. عايز اقول خبر كويس للناس اللي فوق 65 سنه. احنا عندنا نظريه شائعه بتقول ان اللي فوق 65 سنه لازم يخلي باله من وزنه، لانه طبعا تاثير على الركب، الشرايين، القلب، الكذا. في دراسه بتقول ان السمنه صحيه للي يتجاوز 65 سنه، يعني قدامنا كده بينا وبينهم يجي 200 سنه على ما الدراسه دي تتطبق علينا. اللي عنده فوق 65 سنه السمنه صحيه بالنسبه له. دي دراسه بتقولها الجامعه في استراليا، انه الاشخاص التخان اللي فوق 65 سنه بيكونوا اقل عرضه للموت. لما عملوا دراسه لقوا الاجسام التخينه اقل عرضه للموت من الاجسام الرفيعه. هل معنى كده بقى اننا استاذة أميرة يعني بديكوا كده على حلل المحشي يعني برضه؟ لا، عارفه في فرق بين ايه؟ انك تبقي عندك هوس الرجيم وبالتالي حاسه ان كل ما بتكبري لا لازم اخس عشان الكوليسترول والشرايين والركب والظهر والحاجات البايخه اللي مش عايزين نقولها دي. أيوة. وبين انك تبقي بتاكلي طبيعي، يعني الدراسه بتقول اهو اعتدال السمنه، خدي بالك ما قالش الافراط في السمنه. احنا المصريين اللي بعد ال 65 ده شيء طبيعي ومش مضر، يعني بيقول كده. خدي بالك احنا واحنا عاملين رجيم من وجهه نظر الخواجات احنا في حاله سمنه. الرفيعين بتوعهم احنا ما نعرفهمش خالص. لكن بيقولوا ان فعلا بعد سمعت دي يعني بره الخبر اللي قريناه، يعني انه في السن بعد 65 سبحان الله الاورده والشرايين بيبقى في حاجات في السن الكبير بتتفتح مش موجوده في الصغر، يعني ممكن الصغير يموت بحاجات ويستحملها الكبير شويه سبحان الله. يعني اخر خبر عارفه برضو في خبر كمان ريليتد لده قوي، بيقول لك المتجوزين بيعيشوا حياه صحيه اكتر، ما يكونوش عرضه للامراض ولا للموت. يعني الجواز احسن من انه بيطول العمر. بيطول العمر ايه 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 ايه، وهو في ميزه برضو، يعني في ميزه. طب الجواز بيطول العمر ده بأمارتي عايزين حد يعني يدينا اماره، يعني الجواز في بعض الاحيان. بصي بقى خلينا نقول دراسه دي في جامعه نيويورك على فكره، دي اصل نيويورك بتطبق على الجواز في امريكا غير الجواز في امريكا اللي هو ما بيقصفش العمر يا الجواز سعيد يا الجواز مش سعيد. الجواز السعيد اكيد بيطول العمر، وطبعا دي حاجه نادره جدا ان يبقى الجواز سعيد. انما الجواز اللي مش سعيد اللي احنا طول النهار نتكعبل فيه ونسمع عنه حواديته ويتكتب عنه روايات ومسرح واغاني ويا قلبي والجو ده، مش ممكن الجواز غير سعيد بيطول كويس للقلب. وكمان الستات بتعمر اكتر من الرجاله، يعني الحمد لله كلها مخلصه على جوازات. احتمال المؤسسه ربنا ايه، الستات بتصعب عليه، بتبقى زوجه ومستحمله مستحمله وبعدين يقوم جوزها يتكل على الله بقى وخلاص. فربنا بيديها راحه شويه في الدنيا يعني. ده حضرتك متفائله جدا. انا مش متفائله والله، الستات محبه للرجال بتدافع عن لا بحب الرجاله بس يعني احنا بنتكلم في الجواز مالنا ومال الرجاله. بس مؤسسه الزواج كمؤسسه بتنظم الحياه، فاحتمال ده اللي بيساعد في تطويل العمر، يعني على اللي بيبقى فيه مواعيد للاهل. حضرتك متجوزه وربنا يخلي لك جوزك وماسكين الخشب على الديكور الجديد اهو. الجواز بينظم الحياه؟ طبعا لو في تفاهم، لو في تحضر، في احترام، يعني مش جواز مش حب بس، يعني حب ومعاه احترام، حب واشياء اخرى. تفاهم وصوت واطي وتحضر وفي عقل وفي كل واحد حريص على رضا الثاني. هي شراكه جميله جدا لو فيها كل الحاجات. طب والرومانسيه بقى بتاعت النهارده؟ ورومانسيه وشموع وكل حاجه. نسمع اخبار الرومانسيه والجواز ايه اللي بيطور على السيره. لا انا بتفضل بسال حضرتك ازاي غمضت عينيها. بلاش السؤال المحرج. لا بليز. لا 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 اتفضل. هو يعني المشكله بتهيألي في اشكاليه الرومانسيه دي انها يعني تفسيرها بيختلف قوي من شخص لاخر. فاحتمال يكون شخص رومانسي بس طريقته في التعبير عن رومانسيته مختلفة عن المتلقي، فبتحصل سوء الفهم. فمثلا هو مثلا يكون جايب لها حاجة مش عاجباها وهي عايزة حاجة تانية. انت عايزة تفهميني لما واحد يخش على مراته بطقم حلة الهدية يبقى رومانسي؟ من وجهة نظره يمكن، يعني عشان مثلا تعمل له الاكله اللي بيحبها. الرومانسيه من ايام قس وليلى واحنا طالعين، روميو وجولييت، نعسه وايوب، في نماذج كتيره جدا. الرومانسيه هي الحب والهفهف. عبد الحليم احسن واحد عبر عن الرومانسيه في اغانيه، في اجيال كامله
حبت عبد الحليم ودورت على فارس احلامها زي عبد الحليم، وكانت بتمتحنه في حافظ عبد الحليم ولا لا. وكان عايز اقول لكم حدوته غريبه جدا، كان زمان في مواعيد على ما احنا كان زمان المجتمع اكثر انغلاقا من النهارده. فلما تبقى واحده بتحب ابن الجيران ولا بتحب ابن خالتها ولا بتحب زميلها في الجامعه وما يقدروش يتقابلوا لان عمر بقى اهلها ولا في تليفونات ولا موبايلات ولا نت ولا كانوا يعملوا ايه؟ يقول لها مثلا لما تيجي اغنيه عبد الحليم في اذاعه الاغاني الساعه 7 افتكريني وانا هفتكرك. يا خبر عليك يا اميره. فهم الاثنين يقعدوا متنحين في الحيطه بمنتهى الرومانسيه. حصلت لحضرتك؟ لا دي كانت حاجه بتحصل في جيلنا كله. دي بس وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو نفس الفكره بتاعت لما القمر يبقى بدر بصيله وانا هبص له كاننا شايفين بعض. دي كانت رومانسيه الجيل اللي الوسادة الخالية بالظبط اللي طلع وصلاح وبتاع عبد الحليم ويحب على صوت عبد الحليم. اخبار الكلام ده ايه النهارده؟ هل الرومانسيه هي اللي ظلمت يعني ما تقاستش على العصر بتاعنا وظروف العصر ولا ايه؟ ولا ايه انت بتقولي يعني ايه؟ الرومانسيه بتاعت عبد الحليم حافظ هي اللي ما خدتش مخاطر العصر اللي احنا عايشينها دلوقتي؟ وانت لما حبيتي جوزك جوزك التفاهم والحاجات دي كنت بتسمعها عبد الحليم؟ نسمع ادينا مقطع بقى من اللي كنت بتسمعه. مقطع بقى لو سمحتي. انا شخصيا متعطشة صوت بس انا معلش بقى اي حاجه بنسمع كتير. ايوه اتفضلي بتغني له. انا بغني له اغاني عاطفيه ما ينفعش يعني. طب لا يعني مش لازم اللي عاطفيه قوي قوي يعني حاجه كده من حاجه بسيطه. وش العاطفه؟ انتوا فاجئتوني. لا ما احنا عايزين نفاجئك. ما احنا عاوزين عشان الديكور. الديكور الجديد بس. الديكور الجديد ده كله مفاجآت هتعلمنا حاجه كده. مش احنا معانا بكره وبعد هحضر لكم حاجه حلوه. لا لا انا مش معاكم بكره. انا مش معاكم بكره. انا النهارده بس. بالظبط. مش محضره حاجه. اي حاجه. اي انا لك على طول. طيب لعبد الحليم، لكارم محمود، امانه عليك يا ليل طول، لنجاه، لشاديه، لمنى عبد الغني. تعرفي منى عبد الغني كان بتغني سرقه اشقاب؟ ايوه. يعني طيب بصي 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 له كانه انا هو. انا طب يعني ها عايزه اغني حاجه يعني كلامها يمشي مثلا. كل كلامها برده واحنا قلنا على فكره الحجاب لا يتعارض مع الرومانسيه. ناخد راي المشاهدين بقى في الحضر. الحجاب لا يتعارض مع الرومانسيه. خلاص واضح ان انت كده ايه مش عايزه تطوعينا. والتدبيسه اللي دبسناها لك ولادي من الاكاديميه بكره يغنوا. ولادك ايه واكاديميه ايه؟ خلاص ان شاء الله ما ينفعش كده. لما جيتوا تحبوا بعض كانت ايه الاغنيه اللي انت حاسه انها بتعبر طب عن الحياه دي؟ طب الوطن. لا مش هقول لك. طب طب الوطن عليا. بيحب يسمع مش عارفه. اطلب عيني قلبي وعيني في حب الوطن. ليلى مراد. ليلى مراد. يقول لي قولي لي اطلب عيني وانا بقى يطلبني في التليفون يقولي لي انت ضحكتي عليا وقلتي لي ان انت مغنيه بتغني ليش ليه؟ ضحكتي عليا على فكره كمان. فاروح ايه اغني له. تغني له اطلب عيني. يعني دي الاغنيه اللي انت حسيتي انها طب هو بيحبها. انت بقى بتحبي مين؟ هو سميع. انا يعني انا طبعا عايشه كنت بقى في القران وكده. لقيت حد بيسمع سقف الجمهور يقول لي ام كلثوم هتغني كذا يعني من سقف الجمهور. عشان كده حبيتي من الدرجه الاولى. لازم. كنت كنتش اعرف ان هو بيحب المزيكا. الحته الفنيه دي ما هو ده الحدث بقى. ده الانتويشن. النهارده حلقتنا عن الرومانسيه الضائعه. يا ترى البنات الصغيرين اللي قاعدين على الانترنت واللي معاهم موبايلات طول ما هم قاعدين صوابعهم بتعمل كده لانهم بيبعتوا رسائل وبيبعتوا وشوش ويكسلوا يكتبوا. يعني بضحك يبعتوا وش، مكشره يبعتوا وش، حتى متاثره عاطفيا وش عليه قلب. يا ترى البنات دي بتسمع عبد الحليم، بتسمع ليلى مراد، بتسمع ام كلثوم، لسه بتحس بالحب والهفهفه ولا الجيل الجديد بيسمع اغاني مختلفه بتاعت انا مش هموت عليك والاغاني اللي بيبقى فيها حد مرفع حد بالمطوه دي؟ وانا جاي لك وناويها وهظبط واجيب لك 5-6 دقايق وفي يضربوها. استناك على الناصيه. الجيل اكيد بيعجب الجيل ولا اي يعني الكلام اللطيف. احنا عشنا بس عايشين في الماضي بتاعنا الحلو الحاجات اللي اتربينا عليها، لكن في كلام حلو لي من دول. خدي بالك هو الجيل الجديد ده برضو هو اللي بيروح الاوبرا، هو اللي بيسمع الحجار، هو اللي بيسمع اغاني، وهو اللي بيتفرج على الافلام الابيض والاسود. انا يعني برضو الجيل ده اكيد بيحن للرومانسيه. طبعا عايزه اقول لك حاجه. الجيل بتاع الايام دي ده البنات الصغيرين. انت بناتك بيسمعوا؟ والله انا عندي بنتي الكبيره بتسمع طول عمرها، بنتي صغيره
كانت بتدرس بره مصر. كانت مسافره خواجايه، مسافره تنتمي الى العالم اللي هي عايزه تدرس فيه. بالزبط. رجعت بعد اول اجازه بتدور على افلام يوسف شاهين وخان وعاطف الطيب، العوده للجذور بعد ما راحت لندن وجت وابتدت تسمع ام كلثوم وعبد الحليم وتدور على الاغاني، وبقت بتقول لي انها وهي قاعده هناك بقت عايزه طول الوقت تفتكر وتفكر الناس حواليها انها مصريه، فبتقول لهم الافلام بتاعتنا الجميله الاغاني بتاعتنا الجميله. الواحد لما بيبعد عن مصر بالظبط يعني هي رجعت اكتر مصريه مما سافرت. الجيل الجديد عايزين نسمع منه تواصل على الفيسبوك وفي التليفونات اخبار الرومانسيه ايه، هل الرومانسيه ضاعت ولا ما مش لا ولا ما ضاعتش؟ مش ده موضوع فقرتنا الرئيسيه النهارده؟ اتفضلي يا فندم. مش انت بتقدمي المشكله في الفيسبوك ده؟ انا عندي عقده من الفيسبوك مع لان انا بعتقد ان هم يعني هم مسمينها مواقع التواصل الاجتماعي. انا بسميها مواقع التواصل الافتراضي، يعني صحيح مش افتراض انها الناس بتتواصل، لا المفترض ان دي بتقرب الناس من بعض. انا شايف انها بتبعد الناس عن بعض. اني ناس كل الناس عملت صحيح. ازمات عائليه جوه البيوت. صحيح بتبعد الناس بقت يعني بتبعت لبعض ايميل دلوقتي ولادك وابنك مثلا اكيد وهو قاعد وفي انترنت وبيكلم صحابه هو اقل تواصلا معاكي، مش عايز يتكلم معايا خالص، مش عايز يتكلم معايا، متواصل معاهم هم يعرفوا بياكل ايه، يصور طبق الاكل، ياكلوا ايه، خرجوا فين، بس تواصل افتراضي لما يقعدوا يتناقشوا يتحاوروا مع بعض. الناس نسيت التحاور، الحوار يعني اصلا في الحوار، الاحساس بالحوار ما بقاش موجود، الجوابات الورق المكتوب كده، يعني الناس بتشوفني بلدي قوي ان انا لسه بمسك كتاب كده واقعد اقرا في النادي. انت لسه وشكله رومانسي قوي والواحد ماسكه، بتقدري تعلمي على هتعملي شيدنج يعني كده على حاجات مهمه يعني في علاقه بتشمي. انما كل حاجه على الفيسبوك دلوقتي. لا بس انا عايزه اقول لك حاجه، الفيسبوك او شبكات التواصل الاجتماعي ممكن تبقى بتخلق تواصل لناس مختلفه عن الجيل اللي انت بتتكلمي عنه. يعني انا دخلت على الفيسبوك من 7 سنين. انا بقى ليا دوائر كبيره من الاصدقاء خرجنا من ورا الشاشات، طلعنا نتكلم ونتقابل، فبقينا لما بنتواصل على الفيسبوك. هي المشكلة ان في واحدة في بلبيس وفي واحد في الكويت. طبعا من الناحية دي عملية طول الوقت طبعاً. ولو ما كانتش شبكات التواصل الاجتماعي يمكن عمر طرقنا ما كانت تقاطعت، لكن ده مختلف اكيد عن ابنك طبعاً. اللي بيكلم صحابه في الفصل. لا فاهمة قصدي، هنا هم خلقوا عالم مختلف، لكن لا على اية حال. بمناسبة يعني التواصل، الضيوف اخبارهم ايه؟ ضيوف هنتكلم النهاردة عن الحب بقى بين الواقع والخيال، وهل ايه اهم اشكال الاختلاف بين رومانسية النهاردة ورومانسية زمن عبد الحليم. هيكون معانا ضيوفنا الدكتورة نهى معروف، استاذ علم النفس بالجامعة الامريكية، والكاتب الصحفي الاستاذ محمد الشابة، وريم شرف، استاذة ريم شرف. وما فيش علاقة بين الرومانسية والطبيخ؟ انا ازعم انه الطبيخ الست مش ممكن تطبخ بجد الا لما تبقى في منتهى الرومانسيه. هي لما في الاكل دايما نقول الحب بيبان، هو ده اللي بيشكل تقديمه، النفس، هو ده يعني النفس. الست لو ما بتحبش راجل هيطلع الاكل زي السم الباري. لا ما هي طباخه الطباخه بتطبخ لك ونفس حلو، لكن الحب حاجه ثانيه. النهارده معانا بنكيره، معانا سيده بنكيره متخصصه في العمل البنكي وصاحبه خبرات كبيره، وهي بتقدم الموديل المتكامل ما بين الكارير وومن او الست اللي ليها مهنه اللي بتفهم في حاجات كتيره معقده عن البنوك وعن الحسابات والارقام، لكنها بتحب المطبخ وبتحب تطبخ، وهقف انا وهي نطبخ سوا النهارده. شايفه الصوره على الفيسبوك على صفحتنا اهي، كمان على البيج بتاعت البرنامج. مستنيين تواصلكم على 23 او على 0922 عشان كل الفقرات تدخلوا معانا بالتليفونات وشوفوا الصوره جميله. ايه هنطبخ ايه النهارده؟ هنطلع فاصل ونرجع نقول كل حاجه عن الطبيخ. المنيو عندك كده؟ لسه ما عنديش منيو. بعد الفاصل. طب قولها بعد الفاصل. مها سماحه هتعمل لنا رز باللحمه. استاذه مها سماحه. رز باللحمه بالبهارات، وكشك بالفراخ، وكيك بالحليب المكثف. شايفين الصوره؟ جميله الصوره. طب انا المفروض كنا نفطر بقى قبل ما نيجي عشان ما نجوعش. تسلم الايادي. تسلم ايدينا. يلا فاصل ونرجع لكم بالرومانسيه ان شاء الله. عليك بسماها وبتخربها، عليك بظروفها وابوابها، عليك بسماها وبتخربها، احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالمكنه وبالمطلع.
اهلا بيكم بعد الفاصل في ديكورنا الجميل الشرح الربيعي ده الرومانسي. فنرجع لموضوعنا الاساسي في الحلقه النهارده، وهو بمناسبه طبعا الاحتفاليه الجميله بفناننا العظيم اللي هو ما بحبش اسميه راحل لانه هو دائما معنا وفي قلوبنا ووجودنا، عبد الحليم حافظ. بهذه يعني المناسبة عايزين نتساءل ونتواصل معاكم ومع ضيوفنا الكرام عن ماذا حدث للرومانسية. هل رومانسية زمان مختلفة عن رومانسية الآن، ولا احنا اللي اتغيرنا، ولا ايه اللي حصل بالضبط؟ يعني من هذا المنطلق ومن يعني من هذه الإشكالية بنرحب بضيوفنا الكرام اللي مشرفينا ومنورينا في الديكور الجميل الجديد ده، الدكتورة الجميلة الدكتورة نهى معروف، أستاذة علم النفس بالجامعة الأمريكية، أستاذنا الأستاذ الكاتب الصحفي محمد الشابة، وأستاذتنا ريم شرف صحفية. اهلا وسهلا بيك، منورنا. اهلا بيك، وزي ما بيقولوا ايه، يا رب تكون ادامكم خضراء. انا شايفه الكرافات والجاكيت، يا رب تكون ادامكم خضراء علينا وعلى الديكور الجديد. واسمحوا لي ابتدي مع محمد الشاب، مش هقول له استاذ بقى، مع احترامي للالقاب محمد، طبعا صديقي جدا. محمد، احنا بتوع الرومانسيه بتاعت الابيض واسود، بتاعت الشعر الحرير عالجبيني هفف ويرجع يطير. طب رومانسيه ولادنا الجيل بقى بتاع النهارده، هل في رومانسيه النهارده؟ يعني اعمل لي كده، كلمني عن رومانسيه زمان وعن رومانسيه دلوقتي، ايه الفرق؟ قرايتك للمشهد. هو الرومانسيه هي رومانسيه كويس، والحب هو الحب. اذا بنتكلم على انه الحب هو نفس المشاعر في العلاقه بالتحديد بين الرجل والمراه، بين الولد والبنت في الجامعه، كل ده موجود. الزمن اختلف، بقى شكل التعبير عنه اختلف، الناس اختلفت نتيجه ليه. ده حقيقي، يعني الناس اختلفت وشكل التعبير عنه اختلف، وهو هو المفردات اختلفت. هي مفردات اختلفت، مفردات الرومانسيه اختلفت، شكلها اختلف. يعني زمان كان اللي هو فكره، وكنتوا بتتكلموا دلوقتي، انه هما الاثنين يتفقوا على ان هما يسمعوا الاغنيه في وقت واحد، في وقت واحد وفي نفس الوقت، ما بقتش المسألة، ما بيعملوا لها داونلود من الكمبيوتر. بالظبط، وتبعتها له على ايميل، بتاعت ايميل او بالبلوتوث او كده، او يعني نفس يعني الادوات اختلفت. بس ممكن تكون دي نوع من انواع الرومانسيه برضه. احنا عايزين نقول ان احنا برضه بنتكلم، ما ننساش ان احنا بنتكلم على الحب في القاهره والمدن الكبرى والدول المتقدمه، اوروبا والدول المتقدمه. انما الحب لو نزلنا تحت شويه، مش نزلنا تحت شويه الحقيقه، طلعنا فوق اساسا، لانه اهالينا في الريف وفي الصعيد وفي كل مكان، وهم غالبيه الشعب المصري تراث بقى والاصاله، لسه ما زالوا حتى الان بيسمعوا كريم محمود، وبيسمعوا ليلى مراد، وبيسمعوا يعني بيحبوا على عبد المطلب، واحنا بنسمعه يعني راجل رايح جاي على السيده وسيدنا. بس ده كل ما بيبعدوا عن التكنولوجي، كل ما بيبعدوا عن التكنولوجي. بس الحقيقه هو الحب، يعني هو بخلافاته، بمشاكله، بالعزول. لسه هنسمع وليه خلافات يا وهيبه مكاننا برتقان، يعني ما بيبقاش كده. بيبقى التحديات اللي موجوده في المجتمع بقت هي النهارده هي اللي بتقوم بدور العزول، وبدور الاب اللي رافض كذا، نفس المشاكل بس خدت اشكال مختلفه. احنا الاداء عندنا في مشكله، النوستالجيا بتاعتنا، احنا بنبقى عايزين ولادنا يحبوا زي ما احنا حبينا بالظبط، ويسمعوا نفس الاغاني. على فكره انا ولادي بيحبوا ام كلثوم، ده قديمه زي ولادي. طيب احنا سمعنا راي الجيل ده، نشوف. أيوة. بقى معانا بنوته، معانا ريم بعد اذنك استاذ محمد. نشوف ريم شرف، انت ادواتك اختلفت عن زمان، يعني هنا فعلا لما بترسمي سمايلي فيس ولا بترسلي رساله تعبري فيها عن مشاعرك على الانترنت وعلى فيسبوك، بتحس انها وصلت فعلا، ولا انتم يعني في رومانسيه فعلا، ولا انتم مفتقدينها مش موجوده، ده كلام وهم واحنا بنتكلم في الماضي يعني. هي الموضوع ابتدى يعني استخدامه الكتير، يعني المشاعر اللي بقت مبالغ فيها في استخدامها. يعني بقى اول ما حد يعرف واحده خلاص، اول مره تاني مره بيتكلموا فخلاص بيحبها بقى، والدنيا تتمحور عليها، وهي كمان نفس الكلام بيتمحور عليها. بيعيشوا قصه حب فظيعه، بيبقوا انتيم اكتر
اكتر بقى يعني انتين ده احنا أنتين. خلاص احنا كده انتين ده شفتيني وانا عارفه المصطلحات بتاعت الجلده رومانسيه ولا بشكل واقعي يعني؟ هي بتبقى رومانسيه بس انا في رايي بتبقى مفتعله بيضحكوا على بعض حتى لو هي او هو مش يعني ما بيكونش فيه النيه اللي هم يضحكوا على بعض مش عارفين هم على فكره في دراسه لسه طالعه حديثا من جامعه سان باولو بالارجنتين بان في يعني بتقول الكلام اللي حضرتك بتقوليه بالظبط ان الـ 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 الرومانسيه الشديده او الـ الافتعال في التعبير عن الرومانسيه او عن الحب بالرومانسيه ده ما بيعنيش الحب بالضروره ما بيعنيش يعني هو نادر فلازم الناس تبتدي تتفاعل او تحلل الافعال شويه لان بيبقى في حاجات تانية اكثر المشاعر بتكون ملخبطه يعني ممكن يكون ده اعجاب مش حب او مره على مره في الكلام فبيكون تعود فخلاص هي هم يعني في كده حته في التصرف في المشاعر احنا عايزين نعيش قصه حب خلاص انا مرتاحه له في ارتياح بتاخدوا قرار يعني بتاخدوا قرار مش قرار هي بتبقى نوع من التصرع في الحكم على المشاعر دي انا ما بعرفش احدد مشاعري دي هل ايه اعجاب ولا حب ولا ارتياح ولا تعود ان انا بتكلم كل يوم طب بس فهي يعني نفهم من كلامك ان بقت شيء نادر انه الرومانسيه دلوقتي شيء نادر كله بيضحك على بعض بشكل كبير نسبه ضعيفه جدا ممكن تكون والحب الاول والوهم كبير طب بما ان عندنا بقى الدكتوره يعني العلميه بقى ناخد الراي العلمي بقى في والله هو الحب يعني شوي. مش مطلوب قوي ان الواحد يبقى علمي بس انا مضطريه عشان ازاي لازم مجالي لازم تحليل علمي للموضوع يعني بس اعمل تعريف صغير كده وبعدين نتكلم عن الحب بشكل تاني لكن هو طبعا علم النفس عرف الحب وعمل له دراسات وفي دراسة معروفة قوي لشتيرنبرج وعمل زي هرم كده جميل جدا وقال ان في ثلاث مكونات للحب الاول الواحد بيبتدي باللي هو الشغف اللي هو الباشن اللي هو يبقى فيه انجذاب للشكل الاول والاثنين عاجبهم شكل بعض وبعدين يبقى فيه انجذاب كيميائي وجسماني يعني يبقى فيه شكل حسي للموضوع وبعدين يتطور للانتيميسي اللي هي الحميميه ان هم يقعدوا مع بعض ويتكلموا ويشوفوا افكارهم وهواياتهم وحاجات اللي بيحبوها وبعدين يتطور الى كوميتمنت اللي هي الارتباط اللي هو طويل الامد وهي أو يفوقوا يعني راحت السكرة وجاءت الفكرة هو قال ادى وصف يعني لكل مكون من دولة أو كل اتنين مع بعض يعملوا شكل علاقة شكلها ايه فقال ان الباشن اللي هو الشغف الأولاني ده لو موجود لوحده بعد شوية بيفطر وبيمشي وما بيوديش لحاجة وهي بتهيألي ده اللي كانت بتقول عليه في الاول ان الواحد يبقى عنده الشغف والباشن الفظيع بقى وكده واغاني وحاجات وبعدين يمشي لما يتطور الانتيميسي ممكن يوصل للكوميتمنت اللي هي العلاقه الممتده او يفضلوا اصدقاء يتفاهموا بس وممكن يفطر الشغف لكن تفضل علاقه الحميميه دي موجوده وممكن يحصل كوميتمنت اللي هي الارتباط طويل الامد لكن ما يبقاش فيه تلاقي فيه كتير قوي متجوزين اللي هو بيتقال ما فيش تفاهم وما فيش باشن وما فيش شغف يمكن كمان يمكن ما فيش صداقة ما فيش صداقة وما فيش باشن لكن فيه كوميتمنت فيه علاقة طويلة الامد فالتلاتة مع بعض يعملوا علاقة الحب دي يعملوا الحب اللي هو يستمر اي واحدة تنقص منهم تبقى علاقة مختلفة يعني علاقة صداقة ممكن او علاقة حسية بس بتغير التوصيف يعني او غير التوصيف ما يبقاش حب شاب محمد او الكاتب الاستاذ محمد الشابة في فرق بين انت قلت من شوية في بداية كلامك انه الرومانسية موجودة ولكن ادوات التعبير عنها موجودة بس زمان يعني نقول في زمن ليلى مراد وبعدين نطلع شوية ونقول في زمن عبد الحليم كان المجتمع كله ليه شكل كان الافلام ليها شكل كان البنات مريم فخر الدين ونادية لطفي وكده والهفهفة النهاردة افلام ابراهيم الابيض والدم اللي بيطرطش في الشاشة وبعدين ثلاث سنين من مين مات ومين اتقتل ومين اتفجر ومين في وسط ده كله يبقى مضمون الرومانسية واحد ولا اللي بيحصل ده يزود احتياج الناس الرومانسية يعني المضمون ده يطفش الرومانسية ولا يزودها طبعا
هو انت بتلاحظي حضرتك ان هي اصل الرومانسيه موجات، حتى موجات اجتماعيه، وتلاحظي اصدقها تبقى موجوده في الفن وتبقى موجوده في حاجات كتير. يعني في الزمن العظيم يوسف ادريس وحسن عبد القدوس ويوسف السباعي وكل هذا الكلام، كنا بنشوف انه لما كانوا بيكتبوا للسينما، ولما كانوا الكتاب العظام مؤلفين الاغاني كانوا يكتبوا، كانوا بيكتبوا للحاله العامه اللي موجوده في المجتمع. أيوة. ناس كانت في الوقت ده حضرتك بتتكلم عنه، الناس كانت بتاخد الاسره، كانت بتاخد بعضها في الويك اند، وكلهم يلبسوا هدوم مكويه على كافه الطبقات، ويلمعوا الجزم ويروحوا السينما كلهم. يعني أيوة. كان في حاله مش هقول لك بقى اللي بيروحوا ام كلثوم احتفاليه بالحب يعني، بس وكان ام كلثوم من 6 ل 9 يوم الخميس ومن 9 ل 12 ده موضوع. واللي بيروحوا لام كلثوم في الحفله كان في زيهم ملايين قاعدين في البيت على الراديو او قدام التلفزيون، عاملين حفلات خاصه منزليه، حفلات منزليه، لان ده لقاء مع هذه الحاله. الكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي لاسباب عديده. بس اذا يعني الفنان نفسه اتغير برضه، يعني الفنان بتاع زمان لو ما كانش العمل بيحركه مش بقى رومانسيا بس بيحركه وجدانيا، اعتقد انه ما كانش بيقبل يعمله. انما اعتقد يعني بتهيالي احنا عندنا احساس عام كده ان الفن حاليا بقى يعني مشروع، او بقى يعني زي عشوائي شويه. ما هي الفكره كلها صناعه بقى، صناعه اكتر منها احساس. والحب نفسه يعني بقى ياخد شكل المعلبات، بقى معلب زي ما اميره كانت بتتكلم دلوقتي، بتقول انه في الاعياد والمناسبات وفي الفالنتاين وكده الناس كلها بتبعت حب معلب لبعضها، يعني هي جمل ثابته، ودي اكتر حاجه بكرهها في حياتي. وأنا يعني اي حد يبعت لي في اي بلاد المسج اللي هي مبعوته لكل الناس دي، انا يعني مش عارف اي حاجه احس انه بتستخدم نفس ادوات التكنولوجيا. بالظبط، ما هو انتاج ماس برودكشن. هي دي الفكره كله. انا متصور انه ان المجتمع بقت متطلباته مش هي الاسره، مش هي كيان الانسان، مش هي تلك العلاقه العظيمه اللي بين الرجل والمراه. ما تزعلنيش بقى محمد، لا بقى البحث عن لقمه العيش طبعا، بقت كذا كيلو كباب بقى ولا الامن يا اميره، الامن على دلوقتي الامن يعني ولد وبنت، مفيش امن. الولد وبنت هياخدوا بعض ويمشوا على كورنيش دلوقتي ازاي؟ لا طبعا هيتحرشوا بيهم. ومن 5 سنين ما كان في امن يعني. عبد الحليم حافظ، انا قعدت كذا سنه اروح اعمل في اليوم ده اعمل حلقه للتلفزيون من شقته اللي بتطل على ايه؟ كورنيش، على حديقه الاسماك. جبلية. الجبلية دي اتصور فيها كام فيلم في حياتنا؟ يعني كل الافلام، عشرات الافلام هي المكان الحبيبه بيجروا ورا بعض. بالظبط، هي دي صايره حد يجري ورا حد النهارده يجيبوا لهم الاسعاف بقى ولا خدي بالك من دي، ان النهارده اللي بيغنوا او اللي بيمثلوا او كل الشباب اللي طالعوا كده، هو جاي من يعني بيعمل فيلم عن العشوائيات، وهو عمليا بيكون قريب من العشوائيات ويمكن متربي قريب منها، فبيجي يتكلم عن البيئه بتاعته، بيتكلم عن ما تيجي هنغني للعشوائيات او هنرقص في فيلم عن العشوائيات، الشعوذه بقى هنرقص طبعا. ازاي وهنغني ازاي وهنعمل ايه؟ فهي بتبقى حاله اجتماعيه عامه. ولكن انا متخيل ان احنا نقدر يعني باصرارنا على اننا نؤكد، يعني حلقه زي دي مهمه جدا ان احنا نقدم كل نجوم الرومانسيه والحب والشياكه والاناقه والجمال في حياتنا. شوفي ده بتفصيله بعد الفاصل. عايزه اتوقف عند كلمه قالها استاذ محمد كمان مهمه جدا، بيقول البنات كان ليهم شكل تاني. عايزين نعرف الرجاله النهارده لو البنت لو لابسه له فستان الفساتين المنفوشه، بعد الفاصل بقى نشوف البنات كان شكلهم ايه ان شاء الله. طلعينا بقى نطلع فاصل ونرجع ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم معانا بعد الفاصل، وهنستقبل تليفونات. اول تليفون معانا امل. مساء الخير يا امل. الو. طيب ناهد، ناخد الاستاذه ناهد التليفون اللي بعده. طيب مساء الخير يا ناهد. طيب على بال ما يظبطوا التليفونات انا عندي سؤال شخصي للاستاذ. طب ليلى. طيب معلش يا دكتوره. مساء الخير ليلى. مساء الخير. ازيك يا استاذه منى؟ الحمد لله.
اخباركم؟ اهلا بيكي. اول تليفون في ديكورنا الجديد. الو. اول تليفون انت النهارده في تليفون الجديد. ربنا يخليك يا استاذ منى. ازيك يا رب؟ انتوا وحشيني جدا، وانتوا يعني بالنسبه لي حاجه مهمه جدا في حياتي، تعتبر الرومانسيه الحقيقيه بصراحه. رومانسيه ايه اخبارها؟ ميرسي. لا مفيش. مفيش رومانسيه خالص. هي مش موجوده ولا انت مش حاساه؟ مش حاساه. هي مش موجوده. مش موجودة. مش موجودة يعني. انا متجوزة ومعايا ولدين. مفيش الرومانسية اللي احنا بنشوفها في عبد الحليم والافلام الابيض والاسود والناس الحلوة. طب اللي قبل الاولاد ان انا اعيش في العصر بتاعهم بصراحة. طب قبل الاولاد كان في ايام الخطوبة رومانسية؟ يعني. طب ليه ما بتعمليهاش انت؟ ما ما توجديهاش ليه يعني؟ بجو والله بقى هو الزمن بقى ما عادش بتاع رومانسيه يعني. مثلا انا لما عايزه كلمه حلوه يقول لي يا ما انت عارفه من غير ما اتكلم، عايزه موقف حلو ما انت عارفه من غير ما اقول، يعني تحس ان انت تجتهدي ان انت تصنعي الرومانسيه دي. وانت بتقولي؟ انا بقول. بتعملي ما هو عارف برضه. هو عارف برضه. لا ما هو عارف برضه. بتقولي وانت عارف. ها شكرا يا ليلى. شكرا يا حبيبتي. شكرا على التليفون. تليفون تاني معانا. تليفون معانا. تليفون تاني. استاذه ناهد. ايوه مساء الخير. اهلا. مساء النور. مبروك عليكم الديكور الجديد. الله يبارك فيك. وعليكم. وعليا طبعا اللي بنشوفكم بصراحه. ميرسي قوي. بس جميل ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. الموضوع النهارده بتاع الرومانسيه، وطبعا الله يرحم عبد الحليم لانه هو فعلا علمنا الحب وعلمنا الرومانسيه، علمنا سلوكياتنا الحلوه وحبنا لبعض، حتى مش شرط الزوج والزوجه بس. يعني انا شخصيا طبيعتي رومانسيه. تمام. بس المفروض اللي حواليكي يحب الرومانسيه زيك، فانت لما ما تلاقيش بيحصل بقى عدم التوافق في الحته دي. طب ما تعلميني. انا شخصيا بحب الرومانسيه لانها انا بعتبرها حاجه جماليه، انك تبقي جميله في سلوكياتك، جميله في نظرتك للحياه، جميله في كل حاجه، تحس بينك وبين الطبيعه وجمال الطبيعه. فهماني حضرتك؟ عموما ببارك لكم وهتفرج عليكم واتابعكم ان شاء الله. شكرا لينا. معانا تليفون تاني. معانا امل. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور يا امل. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما في رومانسيه باذن الله. يا رب يا رب. والله يرحمه الحاضر الغائب عبد الحليم برومانسيه جميله، حتى في الوطنيه كانت في رومانسيه وحب مرهف للبلد. صح. دلوقتي الاغاني الوطنيه ما بتحسيش ان هي وطنيه، لكن عبد الحليم يرحمه ما شاء الله يعني كانت اغانيه كلها احساس وجمال. صحيح. وكلها حب المصر. كان بيغني من قلبه. قولي لي يا امل، انت على المسرح ولا تنطط ولا رقص ولا حتى في افلامه؟ انت يا امل من الجيل القديم اللي حب على عبد الحليم، ولا انت من الجيل الجديد اللي اكتشف عبد الحليم؟ لا هو انا جيل قديم شويه يعني، انا كبيره، انا يعني قربت على 50. بس مش كبير. بحب عبد الحليم وام كلثوم وعبد الوهاب وفريد وفيروز، كل المطربين يعني زمن الحب الجميل. صحيح. ميرسي يا امل. شكرا. كل سنه وانت طيبه، ودايما عبد الحليم عايش في وجداننا وفي قلوبنا. طيب انا عايزين نرجع بقى. كان في سؤال انا طرحته يا استاذ محمد الشابه، وهو البنات ليهم شكل. يعني ما يمكن ده في عيون جيلنا، يعني عايز صفات الشكل، البنت اللي لابسه الكعب العالي والانوثه وكده، مش عمليه زي النهارده. ده يعني اختلاف بين جيلين. هو البنت نفسها اللي بتلبس اللبس المبهدل عشان تنزل تروح الشغل او تعمل تنزل مظاهرات. هي نفسها اول ما بتلاقي اي فرصه تلبس فيها فستان وكعب عالي بتحب قوي. مش اترفع على النت مره شعار يلا نلبس فساتين؟ وانت بروح حركه تمرد من البنات اعتبرته. صحيح. صحيح. حركه تمرد على اللي بيحصل. ان يلا نلبس فساتين وكعب عالي. اذا هي عارفه عشان تبقى رومانسيه وحالمه، والولد يعني تعلق بيها لازم تبقى اللبس. اللبس اللبس هو انعكاس على حاله اجتماعيه كمان، حاله يعني لو تفتكر حالتك، وايضا حاله ثوريه. ازاي؟ بمعنى يعني انا يعني لو ناس تفتكر انه في الستينات كان موجة البنطلون كان عيب. كان في عيب. كان في ثوره في العالم كله، دي كانت ثوره مرتبطه يعني الثوره في اللبس ارتبطت بحركه الشباب في اوروبا وفي مصر وكذا، والتغيير والبنت زي الولد وكذا. فكره التغيير الاجتماعي بتفرض على الناس شكل معين، انما دلوقتي حضرتك لو البنات لبسوا فساتين
والجوب القصيره شويه او بتاع ونزلوا الشوارع، ما هو التحرش ما مش عملي يعني، فبتبقى البنت مش عملي. عمليا يعني انا عايز انه مش فكره، ما نقدرش نحكم بشكل مطلق ان البنات بقى لبسهم مبهدل، لا البنات بقوا يخافوا يلبسوا، لكن القاعده العريضه فعلا بقت عمليه. بس اللي نقدر نقوله انه الزمن الرومانسية، اذا كنا هنقول ان في حاجة اسمها زمن الرومانسية كان موجود، اللي هو زمن عبد الحليم بالتحديد اللي هو موضوعنا النهاردة، فبالتأكيد البنات كان شكلهم مختلف، بس احلى البنات يعني البنات في لبسهم بشكلهم والميك اب يعني كان يعني يعني هل البنات زمان كانت بتفتح نفس على الحب اكتر من دلوقتي؟ بالتاكيد شكلها طبعا معترضه، ريم معترضه شكلها بالتاكيد يعني مش اعتراض. هو احنا برضو بالاضافه لكلام دكتور محمد، هي موضوع مش بس في تحرش او البنت بتخاف تلبس فساتين وتنزل عشان الموضوع ده، كمان ثقافة المجتمع نفسه. دايما بلاحظ كده لما بنت تكون واخدة بالها من نفسها ولابسة بنانيت يعني لبس بنات فستان على تالون مثلا او كعب، كمية الانتقادات تبقى اكتر من كمية الاعجاب. شوف اللي حصل في جامعة القاهرة البنت اللي مش بس تحرش، ممكن جدا كلمة اللي هو انت رايقة قوي يعني ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده، او بياخدوها من نوع اللي هي بسكوتة بنت يعني ايه اللي هي عايشة الدور يعني مالكيش بقى اللي انت تشتغلي وتنزلي، مع ان دي ممكن تكون بميت راجل وواقفة على رجليها وفي الدنيا بطولها وبتروح وبتيجي وبتعمل كل اللي عايزاه، بس هي حاسه بنفسها بنت. وفي اوقات بتبقى يعني عمليه ولبسها عادي جدا زي اي بنت. فاحنا برضو ثقافه مجتمع شايفين ان موضوع البنت كانثى شكلها انثى دي حاجه من الرفاهيات، زي بالظبط الحب اللي هو دلوقتي انت لما حد بيبقى بيحبه عايش قصه حب يقول له يا سلام انت رايق قوي يعني. دكتوره نهى، الزمن اللي البنات فيه بتكلم صحباتها وبتكلم مامهاتها تقول لها فاكس بلاش كلام كتير انا عندي مذاكره طحن، الجيل ده عايزاه لا طحن دي قديمه على فكره لا بس اعيد احياءها اعيد احياءها الجيل ده تتصوري انه يعيد انتاج رومانسيه بشبهه وبشكله يعني، ولا هو برضو رومانسي بس متغطي ورا ده ولا ايه؟ هو أنا أعتقد أصل إن الحب مشاعر يعني موجودة جوانا مع اختلاف طريقة تعبيرنا عنها، يعني إن إحنا نعبر بوسائل الاتصال الاجتماعي الجديدة الواتساب أو التليفون، أو إن إحنا نعبر بطحن أو بموت فيك طحن أو مفردات ما هو مش كلمة بالنسبة لنا طبعا، لكن هم دي طريقة تعبيرهم. لكن أنا عايزة أتكلم برضو على الأسرة إزاي تنمي الحب ما بين الأولاد، لأن إحنا عندنا للأسف المجتمعات الشرقية عندها موضوع العقاب قوي قوي، يعني ما يعمل حاجة غلط يتعاقب، أو إن أنا ما بحبكش عشان عملت كذا. يعني ممكن نقول للأولاد أو ننمي فيهم إحساس الحب بإن أنا بحبك حتى لو تصرفت بطريقة غلط، فيبقى نولد عنده مشاعر الحب. الإحساس بإن أنا بحبك دي هيكبره بإن هو يعرف يحب، يعبر ازاي ما مش فارق معانا، يعني مش مهم قوي التعبير او الاب إزاي. والام نفسهم علاقتهم طبعا دي حاجه مهمه، الاب ما يعني ما يكونش عنده انه يوري مشاعر الحب تجاه الام، ده ما ينتقص من رجولته او من كونه رب. لكن انا هرجع تاني هو محمد بيقال عليه ان هو الاب مش موجود لو لاي سبب، لانه مشغول او لان هو منفصلين او انه ما بيعرفوش يعبروا عن الحب، حاضر غائب موجود. لكن حتى الام لوحدها ممكن تعلم الابن ان الاحساس الحب ده يتولد من عنده من جوه، يبقى هو بيعرف يحب، بيحب كل شيء حواليه، فيقوم لما يوصل لمرحله معينه يقدر يحب بنت وهي تقدر تحب ولد، ويبقى عندهم الاحساس الحب موجود بغض النظر عن عبروا عن يحب ازاي الحياه نفسها، لكن احساس الحب ده لازم يكون موجود طبعا اساسي في كل شيء في حياتنا. يعني لو اضيف حاجه على الكلام اللي قلته انه يعني أنا بعد الفاصل للأسف نطلع فاصل ونرجع نحب تاني. تفضل.
اهلا وسهلا بيكوا تاني معانا في الرومانسيه والقعده الجميله دي، كان ناقصنا حبه شموع بس. بس يعني منورين الضيوف، منورين والاساتذه منورين. مين هيبتدي سؤاله يا جماعه؟ ارجع عندي عندي يلا. تساؤل ممكن يكون يعني نفسي او علمي او يعني يعني محتاجه اساله لحد علمي في الموضوع، الدكتوره نهى. يعني عندي تساؤل شخصي، هل يعني العلاقه بين الحب والمسؤوليه، فهل الاحساس الرجل بانه كان اكثر مسؤوليه عن المراه زمان، مش بس ماديا، يعني ماديا ومعنويا وحسيا ووجوديا اكثر مسؤوليه عنها، فكان بيحس هو باحتياجها اكثر له فبيعبر بطريقه احسن، فدلوقتي الى حد كبير الست استقلت للاسف، يعني مش للاسف طبعا، هي دي يعني هي خدت شوط كبير عشان تستقل، بس هي غير الاستقلال المادي هي الى حد كبير استقلت معنويا وجدانيا عن الرجل، فاصبح تعبيره بالنسبه لها لا يكفي، التعبير العادي عن الحب لا يكفي، وهو بيحس واحتياجها له برضو مختلف، يعني مش محتاجاه قوي زي الاول كسند حقيقي ليها، يمكن اكتر مشاركه، فهل في علاقه يعني او مدى تاثير العلاقه بين الحب والمسؤوليه عن الرومانسيه؟ اكيد يعني حضرتك كتير. انا هكلم الاول بشكل علمي وبعدين هقول رايي في الموضوع. في نظريه اللي هي نظريه التطور اللي هي الايفولوشنري ثيوري، بتقول على العلاقة بين الرجل والمرأة انه دايما الست بتدور على من يعولها والرجل بيدور على من تنجب له، وهو فعلا على الفيسبوك في حد بيقول كده، بيقول المرأة يعني ما هي الا بس دي نظرية واحدة. لا 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 هي دي نظرية واحدة. يعني هي بتسأل على الناحية، لان دي نظرية واحدة من النظريات المختلفة عن العلاقة بين الرجل والمرأة. ففي اللي هو ابتديتي بيه الكلام ان هو الراجل هو اللي بيعول وهو اللي بيشتغل وهو اللي عايز المرأة تقعد وتنجب وتربي الأطفال، والست بتدور على من يعولها. لكن هل الكلام ده ينطبق على مجتمعاتنا دلوقتي ولا لا؟ بيحمي. يعني بيحمي وبيروح يعني اللي هي الايفولوشنري ثيوري اللي هي نظريه التطور دي مبنيه على المجتمعات القديمه، اللي هو كان زمان يروح يجي نظريه طبيعيه، الراجل هو الصياد والست هي اللي بتطبخ. يعني نظريه قديمه شويه، لكن هل تنطبق على مجتمعاتنا دلوقتي ولا لا؟ لا طبعا، في دراسات كتيره بتقول انه الست لما بقت بتعول نفسها وبحسب الاستقلال وهي بتقدر تخرج للمجتمع وبتعول الاسره وساعات، واحنا عارفين ان ده حاصل جدا في مجتمعاتنا المصريه، المجتمع المصري وعلى مستويات مختلفه، ان الست هي اللي بتعول الاسره. يعني كتير جدا بقى الراجل مش لاقي شغل، وكتير جدا الراجل قاعد على القهوه والست هي اللي بتنزل تشتغل في البيوت وهي اللي بتعول الأسرة، فما تقنعنيش كتير جدا. فده بيخلي الموضوع أصعب، بيخلي الموضوع أصعب وبيقتل شوية الرومانسية. يعني إذا كنا نتكلم النهاردة عن الرومانسية، كاتب الصحفي محمد الشابة، الستات بتقول اللي يعرف الحب هي الستات، الرجالة ما بتعرفش تحب، والرجالة بيقولوا محدش يتوجع من نار الحب إلا الرجالة، الستات ما بتعرفش تحب. ليه كل واحد شايف التاني ما بيعرفش يحب، والارجح ان هما الاثنين بيعرفوا يحبوا؟ طبعا. ليه كل واحد شايف التاني ما بيعرفش يحب؟ هو دل... انا يتهيألي دلوقتي لا طول عمرها دي... يعني يقولوا راجل، لا الراجل ما عرفش يحب، الراجل عايز يتجوز، عايز يعمل بس اسره، بس زمان كانوا الاثنين شايفين الاثنين، انما الراجل يقول لك لا ده الراجل اللي بيحب سوري يعني بيبقى متقطع، بيتمرمط طبعا متقطع. يعني ده عبد الوهاب غنى عذاب وتقطيع وقهر كله غنى يعني تقطيع. يعني في موضوعات غطى الدنيا والعذاب يعني راجل كان راجل كتير كتير او ناس كتير قوي، يعني ناس كتير قوي كانت تستغرب قوي عبد الوهاب يعني بقامته دي كلها بيقول الكلام اللي هو اللي يعني. واحمد رامي كتب احلى رومانسيه سؤالي بسرعه، ليه الستات بتشوف الرجاله ما بتعرفش تحب والرجاله بتشوف الستات ما بتعرفش تحب؟ هي الست بتبقى عندها بتبقى عايزه حاجات، ما كل ست بتبقى لها
لا يعني تختلف، يعني يقول لك اف يو لاف مي شو مي، في ست تقول لك ارجوك ما تحبنيش بينك وبين روحك، يعني بين لي يعني قوي انك انت انك انت بتحبني. فاذا اذا اذا الراجل اذا الراجل ما عبرش يعني ممكن مش لازم يجيب صيغه ولا لازم يجيب حاجه مهمه ولا ولا حاجه. لا الصيغه حلوه برضه، لا الصيغه حلوه برضه، بس يقول لي كلمه حلوه. طب وليه ما يبقاش الاثنين حضرتك؟ ده زمان فكره الهديه دي كانت مهمه. انا ايطالي ومن خلال يعني خبراتنا وشفنا وفي الكتاباء وادب، وانت اديبه كبيره جدا وقبلة على القميص الابيض، ولازم تكلمينا على القبلة على القميص الابيض. لا ما ينفعش بقى ابعت لك الكتاب تقراه وبعدين نبقى نتكلم. ده كتاب كتابها جديد يا جماعه. طبعا الحقيقه الحقيقه انا متخيل ان الراجل طول الوقت في كل العصر في كل في الغنى وفي التعبير الادبي وفي كل حاجه، الراجل اكثر ربما لظرف تاريخي ما اعرفش يعني لاسباب اكثر قدره طول الوقت على التعبير عن نفسه، وهو اكتر حد بيقدر رومانسي جدا جدا وكده. انا بس عايز اعلق على الدكتوره اللي بتقول ان المراه في سؤال حضرتك انه انه ان المراه ان الراجل دلوقتي ما هوش محتاج المراه او المراه مش محتاجه الراجل زي زمان، عشان كده ما تقدرش. هو فاكر هو فاكر ان هي مش محتاجاه، وهي فاكره انها مش محتاجاه. لا انا عايز اقول لا انا ما قلتش انها مش محتاجاه. انا عايز اقول لحضرتك ان الراجل طول الوقت هو اكثر احتياج للمراه من المراه. هو محتاج ام مش بالظبط. هو محتاج بنوته كلها حبيبه. هي محتاجه طول الوقت، محتاجه طول الوقت. محتاجين بعض على فكره مش الست. ما هو طبعا يعني بدون حتى المراه اللي مش معناها ان ام انا اتهمت انا اتهمت ان انا بقول الست مش محتاجه الراجل. لا لا مش اتهام، لا الاثنين محتاجين بعض. والرومانسيه انسان ما هوش راجل وست في رايي يعني، هو شخصيه وطبيعه شخصيه. كلمه اخيره ريم فيها على الفيسبوك، رودي حمود بتقول لو الرومانسيه مش موجوده انا مش هتجوز، لان الحب والرومانسيه هما اللي بيخلوا الحياه نكهه حلوه. انت مع الكلام ده؟ مش هتتجوزي الا برومانسيه وحب؟ اه اكيد. وبعدين ضد ضد موضوع دايما في ثقافه للبنات دلوقتي موجوده انه يلا بقى يعني مش مشكله مش لازم تحبي، شوفي الدنيا فيها ايه، وبعد كده الحب والجواز هيجي لوحده. ما ينفعش، لازم نحب بعض ولازم احنا على ريحه الحب بقى نشوف حكايه. نشكركم اسهل. نشكركم طبعا. نشكركم جدا على القعده الممتعه دي بصراحه. انا يعني نسيت ان في كاميرات وتلفزيون. مبروك على الديكور الجديد. ميرسي. شرفتونا. ومن ريحه الحب لريحه الاكل اتفضلوا معانا دوقوا يعني. بعد الفصل بقى ستاتنا بتشتغل معانا. معانا سماحه. معانا البنات. معانا سماحه ان شاء الله. بعد الفصل. شرفتونا بعد الفصل.